السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، كتاب الأحكام من صحيح البخاري، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم هو آدم بن إياس، قال حدثنا شعبة من المؤمنين في الحديث، قال حدثنا عبد الملك بن عمير، ومن الثقات الأثبات، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بالسجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا ومن ثقات الأثبات، أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد من ثقات الأثبات عن قيس بن أبي حازم، ومن ثقات الأثبات أيضا قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا أو أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا الحديث حديث عظيم، قال لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، ونهى علي بن أبي طالب عن ذلك. وتعلمون أن الحكم الحمد لله يا جنة رضي الله عنك وأنت كيف أخبارك. الحديث الأول حديث في أصله في القضاء، لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولأن القضاء أمر عظيم جلل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وأن كان في بعض الكلام حسن كثير من المعاصرين، أن من استلم القضاء فكأنما ذبح بسكين بارد، والمعنى هنا بأن القضاء أمر جلل لا بد أن يقضي بين الناس بالخير والفضل نعم والإحسان. إذن القضاء أمر عظيم، أمر جلل ليس بالهين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أولا من القضاء، ثم حذر أيضا من وصف القضاء، وقال لا يقضي أن القاضي بين اثنين وهو غضبان. والعلماء ألحقوا مع الضرر معنى الضرر، يعني من كان شديد الهم والغم والضجر هذا أيضا لا يقضي بين اثنين، من أصابه النعاس لا يقضي بين اثنين، ولا هم ولا جوع ولا عطش ولا 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 حاق يريد أن يدخل الخلاء، لأن كل ذلك مشغل له ولعقله، عقل لا يكون معه، قلب لا يكون معه، وهو إذ يقضي بين اثنين لابد أن يتفقد الوسائل والقرائن من أجل العدل، لأن المسألة تدور على العدل، المسألة تدور على العدل، فقد لا يستطيع أن يعدل بين اثنين، فإن لم يستطع أن يعدل بين اثنين فهو محاسب عند ربه جل في علاه، وكل جنب مائل يميل له فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وكل ذلك كما قلنا بالهم والغم أو حاق أو يكون جائعا جدا أو شابعا جدا، يعني شبعان جدا، إذا كان جائعا جدا فلا، لأنه في ذلك كما قلت عقله ليس معه وروحه ليست معه، والشبعان جدا تأتيه تخمة ويغطي على عقله ويجد نفسه لا يستطيع أن يتنفس حتى. وهذا يعني كما قال مهلب هذا ندب منه خوف التجاوز، أي لأنه لا يتأتى له في الغالب استقصاء الواجب بالنظر للقرائن والسماع للشهود والنظر في الأمور المقدمات والنتائج والوصول إلى ما يكون فيه يعني النتيجة التي يمكن أن يكون فيها المكسب والربح في أن يقضي بالعدل بين اثنين. لكن الحديث الثاني فيه دلالة غريبة، لأنه البخاري بعدما قال بذلك كأنه قال انظروا من الأحاديث تأتي لكم الإجابة عن السؤال هل يقضي الحاكم ويفتي وهو غضبان. ثم قال هنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال يا الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا يعني كأنه يشكل الحديث الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى وهو غضبان ووعظ وهو غضبان. قال
العلماء في هذا الباب كما قلت بأن عدم القضاء في الغضب أيضا جاء عن علي وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وقول مالك الكوفيين والشافعي. أما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقامت العصمة عليه، وأيضا هو لا يميل وغضبه لا يحمل على الميل، حاشاه حاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني ما كان في القضاء، أن الإنسان فعل ذلك كان في الموعظة، ما كان في القضاء. لذلك يصح للإنسان أن يعظ وهو غضبان، وهذا رضي الله عنك جنة. وهذا أيضا يعني أصل الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على المنبر أراد رضي الله عنكم وأراد أن يعني الحمد لله شكرا وأراد أن يعظ كأن الرمان انفرط في وجهه. وهذا أمر جلل في هذا الباب. لابد أن نفهم كيف نجمع بين الأدلة. الجمع بين الأدلة أمر عظيم، الجمع بين الأدلة أمر عظيم، في فوائد جمة كثيرة. لذلك قلنا بأنه يعني البخاري لما أتى بذلك قال ولا يشوش عليه أن السلام قال أفتان أنت يا معاذ إن منكم لمنفرين. وهنا الغضب في الموعظة مطلوب أصلا ما دام الموعظة لم تخرج عن إطارها. نعم. ولذلك قال السلام إن منكم منفرين، يعني منكم من ينفر الناس عند الصلاة، كيف تطيل في الناس والناس لا يستحملون لا يتحملون، فكيف تطيل بهم؟ أستاذ محمود نور أيها الفاضل الكريم، كيف أنت رضي الله عنك ورضي الله عن أهلك ويسر الله عليك أمر. فإذا قال إن منكم منفرين، وكان غضبان أنه السلام أوصل الموعظة لصاحبه من أجل أن يقف، من أجل ألا ينفر الناس وأن يصلي يعني بالإيجاز، لأن الضعيف أمير القوم، لأن الضعيف أمير القوم. شوف إيش قال، قال فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة فاعتبر. ولذلك الحديث جاء الضعيف أمير القوم، الضعيف أمير القوم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، نعم إن شاء الله يعني سمعت وأطعت يا شيماء، أفعل ذلك إن شاء الله، الله بس يرزقنا بمن تستحق أن تكون كذلك، وإلا ما أنت فتحت المجال بقى الآن. يعني كثير جدا ممن عرض ذلك، وكلما نختبرهم نجدهم يعني لا يستحقون حتى النظر، مش الكلام. طالما انت فتحت بذلك انا اقول تصريحا مش تلميحا هو امام الناس، ولذلك انا لو فتحت المجال وتكلمت عنه هتبقى يعني ايه معروفه. لكن انا اشكر لك فضلك على هذه النصيحه، ونسال الله جل في علاه ان جعلها نصيحه خالصه لله جل في علاه، فانا اعمل بها ان شاء الله. قالت انا انصحكم بالتعدد في هذه سنه حبيبكم، انا نعم افعل ذلك باذن الله. لكن كما قلت في كثير اصلا ممن الح علي وعرض بشده، وانا رجل يعني لا استطيع ان اجرح امراه ردا، ولا ان انا اصلا اكسر احدا طلب شيئا، لكن بيكون في ضوابط وشروط. فعندما يكون الاختبار السقوط بيكون كبير، فطبعا اصلا لابد من احد يستحق، لانه ده مشوار الى الله جل في علاه، والسير الى الله سير صعيب جدا، مش اي احد يرافق احد يسير. انا طريقي وعر جدا، انتم لا تدرون، انتم الان بس فقط بضحك امامكم وانا في الدرس وانتهى الموضوع، اما الذي علي والضغوط والجبال التي علي لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. فلا يكون فيها احد يستطيع السير في هذا الطريق الا من كانت له سمات وصفات منفرده من الخلق والنبل والتربيه واصول التربيه في البيت وامور معينه انا بامحصها. وانا عندي اصلا الذي أدين الله به أنني يمكن أحد لو أحد كلمني أنا أخاطبه وأتكلم معه، وحتى أقول الشروط علنا كلها، وأنا أصلا أدين الله بأشياء أنا أفعلها على أساس أن أرى هل هذا يستحق، هذا الشخص يستحق السير في هذا الطريق أم لا. أنا الآن بينته تصريحا مش تلميحا على ما أفعل، هل يستحق السير في هذا الطريق أم لا. فمن كان مستحقا أنا سأكون تحت قدميها خادما، لأنها ستخدمني أنا لأخدم ربي جل في علاه،
فتستحق أن أكون تحت قدمه. لكن لما تكون يعني، ودي كما قلت أنا لا أريد أجرح في أحد، يعني لابد يكون الأمر فيه ما فيه من الضوابط الخلقية والتربية في البيت من الأخلاقيات، فهذا الذي أفعله. ومع ذلك نصيحتك فوق رأسي أفعل بها، بس دعونا بقى أن يأتي من يكون يعني له هذه الصفات حقا. وكما قلت أنا تحملت كثيرا، هناك من عرض وضغط علي ضغوطات كثيرة جدا وعرض علي هذا عرضا، وطبعا كان يكذب أو لا يكذب معلوم يعني، وأنا كنت يعني أقول ما فيش مشاكل لأنني بفضل الله جل في علاه لا أعرف الحرام ولا أضع مائي في حرام، وده قلت كثيرا. حتى هناك من قال طب تزوجني بلا ولي، فقلت هذا ليس خطي وليس طريقي، وأعوذ بالله أن أفعل ذلك، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، فهذا عندي زنا. واشتد حتى الطلب علي بذلك إلحاحا. أنا قلت هذا وما وراء الستار، ممكن أول ما يأتي الوقت أقوله كله. أنا فضل الله جل في علاه كما قلت لست ممن يضع ماءه في حرام، وأعوذ بالله أن أكون كذلك. أنا أعيش من أجل أن أكون بحل، لكن لابد لأن الذي يسير في هذا الطريق له سمات شخصية معينة وله أصول خلقية معينة. وهناك من كان يعرف ذلك، عرضت علي على بعض الفضلاء أو من أهل الإخلاص، وأيضا حتى من النساء أهل العلم، وقلت بالتصريح 1 2 3، وفي هناك يعني لأنه يعني حصل اتصال منهم لي بكلام، فقلت لهم فلانة وفلانة وبينت وقلت الأمر كذا وكذا، وأنا اشترطت كذا عشان يبقى عندكم معلوم. وأنا أصلا أدين الله، حتى أنا لو أنا أخطب امرأة أنا أعرف ما الذي أراه منها، لأنني أصلا أمشي على 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 طريق السلف. فإن وجد من يستحق فأنا أصلا أنا الذي سأكون تحت القدم، لأن العمل لله يحتاج إلى مخلصين، وأنا في طريق الضغط عليه شديد. فأنت سبحان الله، هو ربنا بيجيب الناس عشان حاجات تطلع كده بالراحة، وإن شاء الله إن استدعى الأمر أن أقول فوق ذلك سأقول ما هو فوق ذلك. لكن أنا سمعت وأطعت للنصيحة وسأفعل إن شاء الله، لكن كلما وجدت من يستحق أن يسير في الطريق أنا اللي تحت قدمه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. طيب نرجع الحديث الثالث بإذن الله في الدرس القادم وتكون الفوائد بعدها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.